مساء الخير، معك الشيف حمزة، الشيف الرئيسي بفندق اتش هوتيل. رمضان مبارك عليكم وعلى الجميع يا رب. مطعم ايت اند ميت بيتميز بالمأكولات الشرقية التراديشنال، بيتميز بتنوع الآسيوي والانترناشنال فود. فنحن دائما بتلاقي وتيجي لعنا اي زبون او اي شخص بيجي لعنا بفل يعني بيلاقي كل جميع النكهات، بالنسبة للنكهات الشرقية الآسيوية الأوروبية، فبتلاقي فالنكهات دائما متنوعة، مش انه مثلا فقط الأكلات الشرقية، تلاقي عندك أكل شرقي غربي وعندك الإيشيان. فأي شخص بيتلذذ بهذه بتنوع النكهات الموجودة. فهيدي ميزة الإتش هوتيل، بتلاقي جميع الجنسيات هون، الناس بتحب تنوع بالنكهات، فبتلاقي عندك الآسيوي والأوروبي وبتلاقي العرب أكثر موجودين. فهي بتميز الإتش هوتيل إنه نقدر نرضي أكثر النسبة العالية جدا من الجنسيات. هلا نحن بيتميز الإتش هوتيل في عندك الميتينج رومز والبور رومز، فعندنا نحن دائما نقدر نستوعب عدد كبير بالنسبة للأعداد. بالنسبة للمطاعم في عنا أماكن خاصة للعائلات والفاميليز، وفي عنا أماكن البزنس أو الميتينجز. فهذه الميزة بالإتش هوتيل، في عندك أماكن للميتينج رومز للبزنس أو عندك الويدينجز أو عندك أي حفلات. ففي عنا أماكن بتساعد هذه الأرقام الهائلة. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، بتشرف فيكم، كل عام أنتم بخير ورمضان كريم مبارك عليكم. شكرا لكم.